قامت مؤسسة التقوى بهولندا بتوزيع أزيد من 150 قفة رمضانية تحتوي على مساعدات غذائية على أسر معوزة بأولاد داود سخنين ضواحزايو. وتهدف مؤسسة التقوى من خلال هذه المبادرة الخيرية مد يد العون للمحتاجين عبر المعونة الغذائية للفقراء. وتأتي هذه المبادرة الخيرية في إطار الاهتمام الذي توليه الجمعية بالأعمال الاجتماعية ووعيا منها بضرورة التكافل والتآزر والتلاحم الاجتماعي والمساعدة على توفير الحاجيات الأساسية خلال شهر رمضان.